حقيقة لما بدأت الشركة الوطنية للزراعات المحمية جابت بعض النماذج على مساحة صغيرة من الأسبان، وإحنا بنشكر الأسبان لأن ادونا التكنولوجي المتطور ده، وبدأ يتم تصنيعه في مصر، وألف صوبة من الألف وتلتمية اللي موجودين النهاردة في قاعة محمد نجيب تم تصنيعهم تصنيع محلي بتحالف شركات مصرية مع جهاز الخدمة الوطنية بنفس الجودة وبتكلفة أقل، والمواصفات بتاعت الأسبان نفسهم، نفس المواصفات الأسبان، هم حتى مشرفين ويمكن حضرتك شفتهم النهاردة موجودين، مظبوط، نفس المواصفات الفنية ولكن التكلفة أقل عن المستورد. قد إيه الفرق؟ الفرق يصل إلى يمكن 50%، لأن أنت بتستخدم الخامات المحلية بنفس الجودة وبنفس الكفاءة للمستورد من أسبانيا. يعني الفرق هنا حضرتك بتكلمنا على تقريبا 50% عن 50%. لو انا هجيب المستورد او المستورد او الاسباني يعملوها لي. صحيح صحيح. طيب صحيح. ده يدينا كمان خبره بعد كده انه كل اللي انا هعمله من الانتاج المحلي انا هعمل ده بعد كده. كل اللي بيتصنع حتى للتوسعات الجديده والمشروع الجديد في بني سويف والمنيا والفيوم كله هيكون تصنيع محلي. فاحنا خلاص خدنا الخبره الكافيه. خدنا الخبره الكافيه وعندنا دلوقتي خبراء وعندنا دلوقتي متخصصين مصريين، عندنا شركات وطنيه مع جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بتنتج الصوب، وبالتالي دي اضافه بالنسبه لنا كانت اضافه مهمه جدا. مين اللي بيشتغل سياده النقيب في المشروعات ديت؟ مين اللي بيشتغل النهارده في قاعده محمد نجيب في اللي احنا اللي بيشتغلوا مين؟ خليني اقول لحضرتك ان المشروعات الصوب او البيوت المحميه اللفظ الدقيق ليها لها بعد اجتماعي، البعد الاجتماعي ده اللي هو في توفير فرص العمل. احنا النهارده بيشتغل في الموقع قاعده محمد نجيب 15,000 شاب وفتاة من ولادنا المصريين تقريبا من كل المحافظات، وان كان معظمهم من محافظة البحيرة واسكندرية، انما فيه من سوهاج، فيه من اسيوط، فيه من الفيوم، فيه تقريبا من كل المحافظات 15,000 شاب وفتاة، ويمكن حضرتك شفتهم النهاردة في الصوت كلهم دول. وانا حقيقة بشكر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لان الجهاز سنويا بيطلب مني قاعدة البيانات الخريجين الجدد من نقابة المهن الزراعية، وبالتالي انا بمدهم بقاعدة البيانات وبعلم في النقابات الفرعية عن هذه الوظائف لصالح الجهاز، والجهاز بيستقبلهم وبيعمل لهم اختبارات وبيعمل لهم تدريب تحويلي لمدة 3 شهور على الزراعة المحلية. لا يعني الخدمة الوطنية بيطلبوا من حضرتك البيانات وبناء عليها يبدأوا يختاروا أو يعملوا إعلانات للناس، يعملوا إعلانات ويبدأوا يعملوا اختبارات ويقابلوا الناس، وبعدين يمكن العدد اللي حضرتك شفته النهاردة في عندنا عدد كبير في العاشر من رمضان في منطقة أبو سلطان، في عندنا في توشكا، ويمكن برضو الشركة الوطنية لإصلاح الأراضي، يمكن شفنا كلنا في شهر مارس سيادة الرئيس أثناء منتدى شباب العربي الأفريقي كان يعني بيدشن المشروع بتاع 2 مليون نخلة، ويمكن كل شيء ليه توقيته يعني ما أقدرش أتكلم فيه، إنما عايز أقول لحضرتك إن أهالينا في الصعيد وانا من ابناء هذه المحافظات، وعايز اقول لك ان احنا لغايه 2014 كانت الحكومات المتعاقبه تقعد تدي وعود لابناء الصعيد لغايه لما الصعيد الظروف اصبحت صعبه جدا. حقيقه انا بشكر السيد الرئيس لان النهارده المشروع اللي بيتعمل في الفيوم وبني سويف والمنيا ده مشروع ضخم، ده 62,000 فدان زراعه محميه، يعني ده تقريبا بنتكلم على قرابه النصف مليون فدان من الأراضي المكشوفة، هيوفر 250,000 فرصة عمل ل 300,000 فرصة عمل لأبناء هذه المناطق، وده البعد الاجتماعي المهم جدا. وبرضه عايز أقول لحضرتك إن السيد الرئيس وهو بيفتتح قناطر أسيوط كان يعني صرح وقال إن فيه يعني مشروع كبير لأبناء محافظة سوهاج وأسيوط، وبالفعل المشروع ده حاليا بيتم تنفيذه وهيعلن عنه قريبا ل شبابنا واهالينا في محافظه سوهاج واسيوط. بتبشرنا كمان سوهاج واسيوط لهم مشروع كمان في في يا فندم، وكل شيء طبعا القياده بتعلن في توقيتها. ايضا اسوان المشروع الكبير جدا في توشكا لزراعه 2 مليون نخله، وده يعني حاجه برضه هيتم الاعلان عن المساحات اللي اتزرعت قد ايه والاعداد قد ايه في توقيتها. عايز اقول ان يعني في مشروعات كثيره جدا بيتم تنفيذها ولم يعلن عنها الا في توقيتات
المحددة لي. سيادة النقيب، الأفضل إن أنا أعمل اللي إحنا شفناه النهاردة عشان أولاً مسألة المية شوية، ده جزء. الجزء الآخر إن أنا أقدر أوفر الـ 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 المتطلبات المواطنين، خضار أو فاكهة أو غيره، في أي وقت من السنة، يعني عشان أمنع إنه يحصل عندي يعني فجوة غذائية في توقيتات معينة. خلينا أقول لحضرتك إن كلمة الأمن الغذائي، الأمن الغذائي دي تعني أربع محاور رئيسية. تعني الإتاحة، يعني إتاحة الغذاء، تعني الديمومة أو الاستدامة، تعني سرعة الوصول، تعني سلامة الغذاء. دول الكلمة الأمن الغذائي. طب هل الأربع محاور دول متحققين في ظل المشروعات القومية الزراعية اللي أطلقها السيد الرئيس وبنجني دلوقتي ثمارها؟ أقول لحضرتك النهاردة لما كنا بنتكلم على الطرق والطرق اللي تم تدشينها خلال السنوات الماضية، النهاردة عشان تنقل المنتجات الخضار وعشان تحقق الأمن الغذائي سرعة الوصول. طب سرعة الوصول ده نتيجة إيه؟ نتيجة طرق لابد تكون ممهدة، طرق سريعة، طرق حرة. يعني حتى الطرق اللي احنا شبكة الطرق اللي عملناها داخلة في توفير الأمن الغذائي. النهاردة حضرتك برنامج التكافل وكرامة للحكومة، النهاردة أكثر من كذا مليون دخلوا في هذا البرنامج، أيضا بيحسن حالة الأمن الغذائي في مصر، لأن النهاردة هو بياخد فلوس أهلنا الداخلين في هذا البرنامج، وبالتالي بيشتري خضار، بيشتري لحمة، بيشتري فاكهة، وبالتالي بيحسن من حالة الأمن الغذائي. طب هل حالة الأمن الغذائي في مصر تحسنت نتيجة هذه المشروعات؟ قول لحضرتك هناك تقرير صادر من معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط عن 2017 و2018، حصل تحسن كبير جدا بنسبة تقريبا من 15% ل 20% في حالة الأمن الغذائي في مصر. نتيجة إيه؟ نتيجة هذه المشروعات ونتيجة الإتاحة من هذه المنتجات. ويمكن النهاردة سيادة الرئيس كان بيتكلم على الإنتاج الحيواني، وإن احنا كانت أسعار اللحمة وصلت عندنا فترات 160 جنيه و170 جنيه. احنا النهاردة بقالنا سنة دلوقتي ولا أكثر من سنة، اللحمة متوفرة ما بين 70 80 90 100 جنيه الأجزاء الفاخرة فيها. والنهاردة حتى الأسعار كلها تقريبا بتتراوح السعر القايم بتاع الحيوانات ما بين 48 فعلا 52، ده الرقم الصحيح. وبالتالي أصبح عندك إتاحة من كل السلع الغذائية الموجودة، وده دور الحكومة، والحكومة ملتزمة بيه وبتنفذه. ولكن عندنا أستاذ أحمد، خلينا أكلم حضرتك بصراحة، العبء الأكبر هو الزيادة السكانية المضطردة في عدد السكان. لو ما كانش في برامج للحد من هذه الزيادة مع كل هذه المشروعات الضخمة اللي بيتم تنفيذها، برضه هيبقى في عندنا مشكلة، لأن احنا بنزيد سنويا 2.6 من النسمة، محتاجين أكل، محتاجين تعليم، محتاجين صحة، محتاجين إلى آخره من الخدمات المختلفة. وبالتالي لابد أن يكون عندنا برامج لكيفية الحد من الزيادة المضطردة.